والله اللي يجيك ما خسران ما طق صوره وياك وين شجره على الفيس والله تعرف عندك فيس اي لا هاي العرب تدور فيها هاي تصلت شيء شوف مقرمه والله تعال طقي تعال اللي قد دلاله اقوم احكي عادي الله برا رجلي ويدي لا مسعباتش مسعباتش لا والله انت ابني مكان الشهيد هاك قد دلاله جيب الصوره وياي خاطر الدول كلها تعاين علي يا ريت ايه انت بالكل فدوى وجهك ماي قلبك اروح لك فدوى اروح لك فدوى اروح لك فدوى خابرنا مدير الشهداء والجرحى مال السماوه من دير بال عليه هاي يصرف لك تكاليف علاجك علاج بنتك تحتاج مساعده فدوى لعينك ربي يحفظك ايش تحتاج علاج؟ والله يا بنتي مريضه ما راجعت من هي صغيره فتحه بالقلب واخذ لها علاج يعني على القديم امشي ما مودي تبعد لا ايكو لا رايحه لا جايه ما عندي خاورها كسب العلاج انا محتاج سيدي سلامتك فد قد بقى شي واحد قد معين المعين الله واهل البيت وانتم الطيبين ايه فد على مكتب وزير يعني يم حضرتك الهامش صعد لك من مكتب وزير حسين العوادي اعتبره موافق رحمه الله على روح امك وابوك صح انت عمليتك ايش قد تحتاج؟ عمليتي كلفة تقريبا ايش قد؟ مليونين هسه الصندوق يعطيك اياه جيب له وصولات ما صرفت لك مساعده بس تكاليف علاج يعطيك اياها هاي صرف 10 ملايين مساعده وهاي تحمل تكاليف علاج كل شيء مصر عليك شو عندك وسط بس قصد الاجازه بالراتب التام تاعي راتب تام وتريد اجازه شهر هاي اعطيتك اجازه وسلفة مساعده وصندوق تحمل تكاليف وين الصندوق تحمل تكاليف علاجك وصرت لك مساعده تحمل تكاليف علاجك وبقائك بمكانك وهي راح فاتح لك على اعتباره شهيد وخذ مساعده من صندوق الشهداء هاي صندوق الضمان يحاول يجيك اياها ان شاء الله هم يتحملون كل التكاليف ان شاء الله ها جمانه هاي سهله هسه يسوي لها ايمان سهله حلوه هاي تخبر اعطيتك اجازه شهرين مساعده ويتحملون تكاليف خاوروا الشهداء والجرحى بقي بمكانه